سيدي محمد ملك المغرب هو أنا تنعرفو يعني هو بقي صغير وتنشوف فيه واحد الشوفة ديال مؤمن لطيف مأدب الأخلاق هاد الشيء هذا كله فيه وفيه المحبة المحبة يعني شنو نقول لك يساعد المريض يعطي للفقير يعمل جميع الوسائل حتى يعني حتى يوصل لأنه يعني الدور دياله تأديه أحسن الأداء. هذه رسالة اللي نقول له الله يحفظه بحفظ الله والله يشفيه من كل مرض والله يجزي عنا الخير كله وإحنا دائما على نهج هذا المكب احنا تنسميه المكب يعني احنا في المغرب عندنا قبائل وعندنا عالم ولكن المكب ديالنا هو الملك هو جمع هاد الأمة ومشي بها والحمد لله داز الحسن الثاني رحمه الله هو كان يعني دائما ينظر إلى 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 أمته رحمه الله وكان يحب الدين وكان يحب البلاد ديالو تكون يعني في بخير الله يجازيه بخير وأنا جاي يعني في الطريق لأنه كان حصلت لي هذه الطيحة هذه تحت وتحت على راسي وعلى سميتو وحصل لي دابا يعني وعكة صحية هكذا يعني في العنق يعني ضاعوا مني ثلاثة أو أربعة ديال الفقرات في العنق ديالي وقاسوا هذاك النخاع الشوكي اللي تيأدي الدور هذا من الله سبحانه وتعالى أنا راضي بالله ولكن هو اللي جابني وجابني الله يكثر خيره للمستشفى العسكري وفرحوا بيا كلهم سكن وداروا جميع سميتو الله يجزيه بخير احنا دائما يعني عند الطاعة ديال الله سبحانه وتعالى والطاعة لملكنا. قبل ما تخرجوا شاركوا معنا على قناة 8 مارس وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.